يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأعمال الصالحة التي يشرع إهداء ثوابها إلى الوالدين؟ ما ورد به الدليل. الأصل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل، لكن ورد ما يخصص هذه الآية في الأحاديث الصحيحة أن الحج ينفع للغير، وأن الصدقة تنفع للغير، وأن الدعاء ينفع للغير، وأن العمرة تنفع للغير، هذا وردت به الأدلة، ويقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد فقط. نعم.